تابعينا كروم وتابعين مصر اليوم، اهلا بحضراتكم في لايف جديد وتغطية جديدة من داخل محافظة دمياط. معاكم في تغطية جديدة تيسير حسن، يعني بتابع مع حضراتكم من امام مسجد الرضوانية بمحافظة دمياط. المسجد اللي قدام حضراتكم ده عمره 700 عام، يعني هنعرف كل تفاصيله. يعني ده اكتر جزء فيه ممكن يكون اثري من 500 عام. احنا هندخل المسجد من الداخل ونشوف قصته مع عم محمد. يعني زي ما احنا شايفين المكان، الحيطان دي موجودة بقالها 700 عام بالظبط. حتى الكلام اللي على كمان موجود ده آيات قرآنية مكتوب فيها اسم الرضوانية وتاريخ الإنشاء بتاعه. ندخل مع حضراتكم ونعرف تفاصيل اكتر عن مسجد الرضوانية وكمان الروح اللي موجودة في المسجد. بسم الله. واحنا شايفين ان كمان المسجد من الداخل في طبعا خشب مكتوب عليه ايات قرآنية مطلية بمية الذهب. عم محمد هيشرح لنا كل الكلام ده. عم محمد، يعني شايفين مع حضراتكم مكان اثري 700 عام. ده الخشب اللي مكتوب عليه بمية الذهب. خلينا نزوم عليه شوية. طبعا هو مكتوب فيه آيات قرآنية، لكن طبعا الزمن مية الذهب لكن ما بقتش واضحة، لكن الكتابة لسه موجودة. هي دي كتابة. زي حضرتك يا محمد. كمان دي المأذنة بتاعته. إن شاء الله. ازيك يا محمد؟ اتفضل يا محمد. أيوه. عرفنا بقى يا محمد تاريخ المسجد. امسك بعد إذن حضرتك. قلت لي إن كان هنبتدي من أول الكتابة اللي على الجدران اللي هي كانت مية الذهب. ايوه، هي كانت مكتوبه ميه الذهب، بس مع الايام حصل تاكل. يعني خلينا نقرب شويه منها. حصل تاكل لميه الذهب دي. الكتابه بقى كانت عباره عن ايه؟ عن ايات قرانيه. ايات قرانيه. طب بالنسبه بقى للمأذنه، هي من نفس يعني بقى لها 700 عام زي المسجد ولا اتجددت؟ المأذنه لا طبعا من نفس السن. اللي احنا صورناها من بره. لا ده هيبقى نفس السن. من نفس السن. يعني ايه اللي اتجدد في المسجد اللي كان حصل فيه تجديدات لحد الان؟ اللي في حتت جالها تجليد خشب. اللي هي زي ما انت شايفه كده اللي موجوده دي، اللي هي الخشب الابيض ده، الابيض والفرميكه ده. لكن الخشب البني اللي في السقف ده اللي موجود من ايام. ده الاصل ده. انت قلت لي اللي هم عاملينه تأني جامد جدا، يعني قلت لي ممكن ما يكونش صب كمان. لا، ما هم عاملينه درجات، لذلك ميه المطر بتنزل من درجه لدرجه، بتروح الشارع من غير ما يفضل على السطح اي ميه. ما فيش اي حاجه فيه. لا لا، ما هي اللي عامله الناس يعني عندهم ضمير. ما شاء الله. كمان فعلا المبنى بتاعه يعني برسمه، رسمها على ما احنا شايفين ان هي مسجد. بس اللي سمعناه بقى الله اعلم اللي قبل كده هو ايه.
طبعا. لكن هو 700 عام يا محمد قلت لي للمساجد القديمه دي، خاصه المسجد ده بيبقى فيها روحانيات تانية، احكي لي بقى عن هي الروحانيات دي. المساجد القديمة عامة دي أو غيره الصلاة فيها بتبقى غير المساجد الجديدة. الناس تعال نشوف الكبيرة الكتابه. والكلام ده الصلاة في المساجد القديمة بيبقى لها وضع تاني. كلها بيوت ربنا، بس المساجد القديمة دي بيبقى الوضع مختلف. بيبقى الروح فيها يعني هي غير. بتبقى حلوة روحانيات حلوة. عايزين نوضح الكتابة بس المشاهدين، بس للأسف مش باينة. يعني ما تبانش لأن المسافة عالية وهو حصل تآكل في القديم ده. لكن ده يعني حضرتك قلت لي قبل اللايف ده عبارة عن ايه؟ الابلكاش ده اللي خشب تجليد. تجليد خشب على الحيطان. يعني على الحيطان القديمة، يعني لو جربناها كده زي ما حضرتك كنت بتجربها ده خشب. ما ده خشب. ده خشب. لكن اللي اتجدد بس هو الخشب ده، اما المسجد لا كله. هو المسجد، هو المسجد الخشب ده ما هو إلا ساتر عشان الرطوبة والملح والكلام ده. يعني نقدر نقول ان ده في نفس عمر مسجد المعين في دمياط، ولا مثلا لا قبل ده هيبقى أقل. اقل أنا سامع إن المعين 1000 سنة. 1000 سنة كان. سامع. لكن في الروحانيات يا عم محمد بتبقى نفسها، يعني نفس الروحانيات بتاعت المسجد في الصلاة. تحس اللي انت يعني قالوا لي اللي بيبقى بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ده حقيقي؟ لا مسجد الرسول والمسجد والكعبة والحاجات دي حاجات بقى مفضلة، ما يعني نوصلش بقى للدرجة دي. خلينا على وضعنا، يعني خلينا صراحة شوية. خلينا على الحمد لله كل بيت ربنا. حقيقي. طب ذكرياتك بقى حضرتك مع المسجد، يعني حضرتك ماسكه من 21 سنة صح كده؟ 2 برضه. 22 سنة. 22 سنة كمان. يعني معلوماتك بقى عن المسجد غير انه 700 عام، في اضافة ممكن حضرتك تقولها لنا؟ لا اللي انا عارفه ان انا يعني انا بقالي 22 سنه وما فيش جد غير تجليد الخشب ده في الفتره القريبه. ممكن حضرتك تلمسه لنا كده ان ما هو خشب. خشب لكن ما هوش بنا. يعني انت قلت لي ان المسجد ده يعني حتى السقف معمول بهندسه ما شاء الله يعني لا قويه. ده اللي عامله ناس مهندسين بوضع صح، وهو ده اللي يخليه يعيش العمر ده. فعلا. الميزه ان مفيش مطر بيفضل عليه، لا لو شتاء 24 ساعه. اللي عنده بيت 100 متر لو الدنيا شتاء بتطلع يحوش الماء من فوق. هنا هنا بتوازن طبيعي معين. درجات بتنزل من درجه لدرجه لغايه ما توصل المطر بينزل الشارع. الشبابيك دي برضو يا عم محمد من نفس التاريخ صح؟ الشبابيك اللي هي مزخرفه بالورود دي. لا دي جديده قريبه. لا دي جديده مش من اللي دي بقى. الاوضه اللي فيها شباك ده اللي يعتبر اثري من بره. اللي احنا صورناها من من بره ده اللي بين اكتر. البابين دي اوضه الامام بتاع المسجد بالظبط. دي اكتر مكان لسه اثري من بره اللي احنا شفناه. ايوه ما بقول لك هم الشباك ده من بره الرسومات ده الشباك ده الله اعلم بقى له كام سنه. والابواب الابواب ده حتى مش مفصلات زي والله ده انت عارفه سبحان الله نشوفها ده كده نظامها دي راكب عارفهاش ضلفة الجلاب اللي بتركب على كعب سبحان الله والله دي من الضلفة غير دي مفصلات في حتة خشبة كده داخلة نص متر فوق وهنا حديد زاوية حديد شايلاه يعني ده الباب ده 700 عام باب ليه ما فيش مفصل شوفي مفصلات باب ليه واقف على كعب هنا حديد في الأرض وزاوية راكب ومن فوق خشبة لا راكبة ايه؟ الخشبة دي داخلة كده شغل شغل ما حدش عارف يعمله النهارده حقيقي. ده يعتبر من نفس السن ده من سن 700 عام بناء المسجد. ايوه لا شغل انا كان نفسي بس الخشب يبان الكتابة فيه لكن للأسف التصوير مش باين. لا بعيد. انا بشكر حضرتك جدا يا عم محمد. تسلم لي ربنا يخليك. متابعينا الكرام متابعي المصريون، يعني شفنا مع حضراتكم حتى الباب اثري زي ما عم محمد قال، يعني زي ما احنا شايفين من غير حلقان متشال كده بالظبط سبحان الله. مسجد عمره 700 عام. بكده نقدر نختم مع حضراتكم المصريون من حقك تعرف. انا كنت معاكم تيسير حسن.